وأما عن نشأة المذهب الإباضي فالدكتور قال بأن أصلهم هم الذين خرجوا, أن أصل الإباضية هم الخوارج الذين خرجوا عن علي بن أبي طالب ثم تفرقوا بعد ذلك. وقالها هنا عبارة نفيسة, عبارة تكتب ماء الذهب نشكره عليها, عندما قال بأنهم انقسموا بعد ذلك, أي بعد أن خرجوا عن علي بن أبي طالب انقسموا بعد ذلك إلى فرق كأي طائفة تنقسم عن جسد الأمة. كعادة دائما أي طائفة تنفصل عن جسد الأمة. أسباب الانقسام نجد أنها تدور بينهم أيضا فينقسمون. ونحن نشكره على هذه العبارة, يقول بأن كل طائفة تنقسم عن جسد الأمة فإنها تتمزع إلى فرق. فارجع البصر كرتين يا فضيلة الدكتور في الطائفة التي تنتمي إليها وتنتسب إليها وتحاول نصرتها, كم فرقة هي, إلى كم مذهب يتمذهبون, وإلى كي إلى كم طائفة تمزقوا وتشرذموا, الجامية والمداخلة والعلمية والجهادية, وكل منهم جعل منبره يعني منبزا ينبز به غيره ومخالفه, وصار بينهم التناحر والتطاحن والتبديع والتضليل والتفسيق والسباب. والذي ينشر عبر شبكات المعلومات ليس بالقليل ولا بالغائب ولا بالعازب عنك ولا عن غيرك, الكل يعلمه. فقولك بأن كل طائفة تنقسم عن جسد الأمة تتفرق, هذا أمر صدق في الطائفة التي تنتمي إليها وتنتسب إليها.